أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قال مدير عام تسجيل الشركات في كردستان العراق دلزار إسماعيل إن الأزمة المالية والعمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة أدت إلى حل 400 شركة. وأضاف إسماعيل أن الأزمة المالية وضعف الحركة التجارية أديا إلى تراجع وتيرة تسجيل الشركات في السنوات الثلاث الأخيرة وحل العديد منها، مبينا أن حركة تسجيل الحالية اقتصرت على شركات تجارة عامة محدودة، بينما كانت الشركات قبل الأزمة تسجل كشركات استثمارية. قال وزير النفط ثامر الغضبان إن حكومة كردستان العراق لم تلتزم إلى الآن بتسليم 250 ألف برميل يوميا من نفطه الخام المنتج إلى شركة سومو الوطنية. وقال الغضبان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب في بغداد، قال إنه يجب على حكومة كردستان العراق أن تؤمن 250 ألف برميل يوميا من النفط لشركة سومو وفق ما ينص عليه قانون الموازنة. وأضاف أنه لا توجد محادثات أو اجتماعات في هذا المجال، وعلى أربيل أن تلتزم بقانون الموازنة وتسلم ما هو مطلوب منها من النفط. أفاد مصدر أمني بأن قوة من شرطة الطاقة داهمت وكرا لتهريب المشتقات النفطية في منطقة جسر ديالا شرق بغداد. وقال المصدر إن قوة من شرطة الطاقة داهمت أحد المنازل القريبة على أحد الخطوط الناقلة للنفط، حيث عثر على أنبوب بلاستيكي يستخدم كموصل بين الخط الناقل والمنزل الذي يستخدم للتهريب. وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وعجلة صهريج تستخدم للتحميل والتهريب. قال مسؤولان نفطيان إن العراق وافق على صفقة مع شركة بترو تشاينا الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية لإقامة مشروع لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج إلى جانب النفط في حقل الحلفاية العملاق. ويعد حقل الحلفاية الذي تديره بترو تشاينا أكبر حقول شركة نفط ميسان، وينتج 370 ألف برميل يوميا من إجمالي إنتاج الشركة البالغ 5,000 برميل يوميا. قال قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي إن قرار ترحيل أكثر من 10 مهن صناعية في بعقوبة دخل حيز التنفيذ. وقال الحيالي إن قرار ترحيل 10 محن أو مهن صناعية من الأزقة والأحياء السكنية في بعقوبة أبرزها تصليح السيارات دخل حيز التنفيذ من خلال إعطاء إنذارات وتحديد مهلة 10 أيام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأضاف الحيالي أن أكثر من 1000 محل مشمول بقرار الترحيل من أزقة وأحياء بعقوبة إلى المنطقة الصناعية الأولى والثانية باعتبارها مخصصة لمختلف المهن، بالإضافة إلى كراجات بيع وشراء السيارات. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.